للمتابعة ينضم إلينا من بروكس المراسلنا سلام كيالي. سلام، ردود الفعل على هذا الفشل الذي أحاط بزيارة غروسي ولقاءاته في طهران؟ نعم بهاء، عمليا هنالك تخوف من ان يؤثر هذا الاجتماع او نتائج هذه الاجتماع على المباحثات في فيينا الاسبوع المقبل، عوده مباحثات الملف النووي الايراني، خاصه وان هنالك عوائق تضعها ايران امام المفتشين الدوليين بالدخول خاصه الى منشاه كراتشي، المنشاه التي كانت قد تعرضت قبل شهر تقريبا لهجوم سبراني، وبالتالي ادى الى تدمير بعض مكونات هذه المنشاه. كانت اصابع الاتهام قد وجهتها طهران الى اسرائيل في ذلك الوقت، والضلوع وراء هذا الهجوم. ايران حاليا بحسب موقف الاتحاد الاوروبي تصعب عمليه المباحثات الاسبوع المقبل التي ستبدا الاسبوع المقبل، ومن شانها ان يكون هنالك حديث عن عوده الجانب الامريكي وايضا عوده طهران للالتزام ببنود الاتفاق النووي الموقع عام 2015. هنالك جهود حثيثه حتى الان، حتى قبل المباحثات، سواء من قبل الاوروبيين او حتى من قبل غروسي نفسه عندما قال بانني ساستمر بالتباحث والتفاوض مع الايرانيين لتسهيل عمليه دخول المفتشين او الحصول بالاصح على فيديوهات المراقبه التي وعدت طهران بان تقدمها بعد شهر يونيو، بعد ان توقف البروتوكول المنعقد بين طهران وبين الوكاله، والذي نص على تمكين الوكاله من الحصول على الفيديوهات الخاصه بمراقبه الانشطه النوويه في عده منشات، في ثلاث منشات. غروسي قال انه سيحاول او سيستمر بالعمل على 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 الحصول على تسهيلات من طهران، وايضا الاوروبيون يحاولون ان يكون هنالك تسهيلات للمراقبين، وبالتالي ان لا يكون هنالك صعوبه بالمباحثات، خاصه وان طهران كما طهران قد حصلت بحسب تقرير الوكاله بهاء على اكثر من الكميه المنصوص عليها المسموح لها بها باتفاق من اليورانيوم المخصب المنصوص عليها في اتفاق 2015 باكثر من 12 مره، هنالك نحو 4500 طن، اكثر طن بحسب التقديرات الوكاله بدايه شهر نوفمبر 117 طنا من هذه الكميه هي يورانيوم مخصب باكثر من نسبه 20% وحوالي 17 طنا بنسبه اكثر من 60%، وبالتالي هنالك مخاوف عند الدول الاوروبيه او حتى عند الوكاله تجاه التطورات التي وصلت اليها ايران في مشروعها النووي. الرجل غروسي سلام فشل خلال هذه الزيارة كما أقر لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإحداث أي اختراق في هذا المسار مع طهران، لكن هل من تعويل وإن كان ضئيلا على إمكانية الحصول على أي تعهدات بما يتعلق بنشاط مفتشي الوكالة الدولية للطاقة في الداخل الإيراني من الآن وحتى موعد مفاوضات فيينا المنتظر؟ نعم، حسب قول غروسي هنالك محاولات، ولكن هذه المحاولات قد تبوء بالفشل. هذه الزيارة الثالثة بهاء لغروسي خلال ثلاثة أشهر بداية من سبتمبر، الزيارة الثالثة لطهران، وحتى هذه الزيارة لم يتمكن غروسي رغم الوعود في الزيارتين السابقتين بأن يحصل على تسهيلات أكثر للمفتشين، خاصة وأن ذواكر الكاميرات بهاء والتي توقفت عن العمل عمليا يجب تغيير ذواكر الكاميرات كل ثلاثة أشهر لم يتم استبدالها، بالتالي هنالك نقص أو فجوة في كمية أو المحتوى الكاميرات خلال الأشهر الماضية بداية من نهاية شهر يونيو بعد أن انتهى البروتوكول الذي كان قد وقع بين الوكالة وطهران في فبراير الماضي، ومدد مرتين خلال ثلاث مرات عفوا مدد خلال فترة المفاوضات حتى نهاية المفاوضات في فيينا في يونيو الماضي. بالتالي الوكالة تقف عاجزة الآن أمام تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، وبالتالي هنالك تخوفات من أن يكون هنالك صعوبات حتى خلال المفاوضات المقبلة، المباحثات المقبلة، خاصة وأن سقف طهران في المباحثات خلال حكومة رئيسي هي أعلى مما كانت عليه خلال فترة روحاني. المطالبات الآن بمفاوضات تسير باتجاه واحد بحسب ما يطلبه الإيرانيون، بمعنى أن البداية ستكون برفع العقوبات الأمريكية، وبالتالي سيكون هنالك صعوبات مع الجانب الأمريكي الذي لن يتواجد في فيينا الأسبوع المقبل بهاء، ومن ثم بعد رفع العقوبات سيكون هنالك حديث عن عودة إيران للالتزام والتسهيلات، بمعنى أن إيران بهاء تتلاعب بورقة تسهيل دخول المفتشين أو حصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية على معلومات وعلى محتوى الفيديو الذي من المفترض أن يقدم للمفتشين لكي يكون ورقة ضغط خلال المفاوضات. في حال حصلت الوكالة على هذا المحتوى على الفيديوهات المطلوبة خلال هذه الفترة فلن يكون هنالك ورقة تتلاعب بها إيران
بدءا بالمفاوضات يوم الاثنين المقبل، وبالتالي مطالبتها برفع العقوبات اولا حتى تتعاون من جديد مع الوكالة. شكرا. وتقدم كافة المعلومات المطلوبة حول مشروعها النووي. نعم بها. شكرا على كل هذه المعطيات من بروكسل، مراسلنا سلام كيالي.